السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. خارجين من منطقة الحرم وتحديدا من أجياد، وخارجين على مواقف كدي والدائري الثالث إلى حي الملك فهد. خليكم معنا في هذه الجولة السريعة والمميزة. ما شاء الله، بعد الأمطار وبعد الخير اللي جانا، بس نوخر من هذه السيارة شوي. ونواصل طريقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن نخرج على طريق أجياد كدي. وشوفوا ما شاء الله الأمطار والسيل والخير اللي جانا، ما شاء الله تبارك الله. هذه منطقة أجياد كدي، على اليمين حي الروابي، أو على اليسار حي الروابي. بعد أجياد كدي أو أجياد طريق أجياد راح ننزل على مواقف كدي. شوفوا في هذا المكان على اليمين شلال، لا بس ما ينشاف الحين، ما في شيء شلال، ما في شلال الآن، لكن ما شاء الله إذا كانت الأمطار غزيرة يكون هذا المكان شلال غزير وقوي. شوفوا بعد الفنادق هذه نخرج على مواقف كدي. شوفوا السيل في هذا المكان، اسمع الصوت ما شاء الله. ما ادري هذا دباب ولا سيكل ولا، الله يستر. بس شوفوا السيل هنا ما شاء الله تبارك الله. طبعا على اليمين شارع التقوى، ونواصل في طريقنا الى على اليسار مواقف كدي، ونوصل في طريقنا إلى حي الملك فهد. وراح نمر على مصنع ماء زمزم، أو مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم. شوفوا السيل هنا. الله تبارك الله، والله ما شاء الله أمطار كانت غزيرة على الحرم، على أحياء مكة، ولا زلنا نشوف السحابة القوية ما شاء الله من بعد صلاة الظهر وحتى صلاة المغرب. تو أذن المغرب الآن، وتو يعني وقفت الأمطار قبل شوي، يمكن قبل 10 دقائق، وباقي نشوف السيل. هذا مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم على اليمين. شوفوا المويه، الله، شوفوا السيل، يا زين الاجواء هذه، الحمد لله. اعتمرت في هذه الاجواء. شوف الباص هذا خرب، على طول تجي شركة الصيانة تبع الشركة ويسحبونه. أسمع صوت السيل ما شاء الله تبارك الله. الآن نخرج على الدائري الثالث من مواقف كدي.
ما شاء الله حتى القزاز عيه ينظف من ال ما شاء الله ما شاء الله. طبعا زحمة الدائري الثالث على اليمين مخرج ل شارع إبراهيم الخليل. وهنا شوفوا حي الخالدية قدامي الآن، في رشة مطر خفيفة الآن، اللهم صيبا نافعا. اي أيوة والله في رشة مطر خفيفة الآن. طيب الآن نخرج على حي الملك فهد، حي الرصيفة، الأحياء غرب الحرم، بس نخلي الباص هذا يعدي. وندخل يمين إلى حي الرصيفة، حي الخالدية، حي الملك فهد، حي الإسكان، أحياء كثيرة ما شاء الله. لو ناخذ يمين راح ندخل على الدائري الثاني، طريق المنصور، طيب كانت هذه جولة سريعة في شوارع مكة وأحياء مكة، شفنا فيها الأمطار والسيول والخير اللي جانا والأمطار الغزيرة ما شاء الله. إلى هنا تكون نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم، نعدكم بتغطية أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.